وكعادتها شاركت مملكة البحرين الشقيقة السعودية بطريقتها الخاصة، حيث استقبلت الزوار السعوديين القادمين عبر مطار البحرين الدولي بالورود والهدايا، فكانت لفتة متميزة رسمت البسمة على شفاههم ووضعتهم في أجواء الاحتفال بعيدهم الوطني وذلك في بلدهم البحرين. مبررة أخوية تحمل بين طياتها مشاعر الألفة والمحبة بين المملكتين، جسدتها احتفالات متميزة في مختلف أرجاء البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، وخصوصا في مطار البحرين الدولي، فقد كانت الأجواء الاحتفالية خاصة جدا ومفرحة. فلحظة دخولهم صالة الاستقبال كانت الورود والهدايا في انتظارهم. شكرا للقيادة الملك، قيادة البحرين كلهم، ولنا علاقات متميزة جدا يعني مع البحرين متميزة جدا. أشكر جميع القيادة وجميع الأخوة البحرينيين والمواطنين البحرينيين، ولا هي غرابة يعني ولا هي غريبة على المواطن البحريني، احنا أخوان وأخوات. الاستقبال جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، يعني واحد يحس انه بوسع نفس الصدر من يشوف البلد كلهم يعني بالورود وبالاشياء هذه، فالواحد يحس انه يعني كنا ما راح بعيد يعني نفس المكان. في اليوم الوطني السعودي استقبلت البحرين اهل السعوديه بالحب والابتسامه، ما يؤكد على اننا في دول الخليج العربي نسيج مترابط تجمعنا اواصر القربى والمحبه والاخاء. أشكر القائمين على هاللي شفناه من مفاجأة داخل المطار وداخل حتى مدينة المنامة ومدن البحرين عامة، حتى في المناطق. أنا والله جاي هنا في رحلة عمل، وكل مكان أو كل يعني مقر أسكن فيه أو أطأ قدمي فيه أجد ما شاء الله تبارك الله يعني الترحيب، ويعني ماخذين يعني الأهل البحرين معطين السعودية حقها وزيادة. يعني في يوم السعودية عند بحرين يوم جميل، وكل ما يجي يوم السعودية أنبسط، وبعدين يعني كل ما أروح البحر في بحرين ويوم السعودية أشكر ملك سلمان وملك حمد. مباراة جدا حلوة، يعني من أول ما نزلت المطار وشفتهم شي يعني فرحة، حسيت إنه يعني وإحنا طالعين من المطار شفنا محتفلين، وإحنا داخلين مطار البحرين شفناكم محتفلين. جدا لفتة حلوة، والله يديم إن شاء الله المحبة والأخوة بيننا. ما قصروا الأخوان في مملكة البحرين، استقبلونا استقبال خاص، كانوا ينتظرون الطائرة السعودية وسألونا وأخذونا في مكان خاص للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. نود أن نشكر حكومة مملكة البحرين على رأسهم الملك حمد على المشاركة المميزة اللي لقيها في كل أرجاء مملكة البحرين، من مراكز تجارية إلى حتى باصات النقل العام. المشاركة في شاركة المملكة في هذه المناسبة السعيدة في الاحتفال باليوم الوطني بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية، وإحنا حقيقة شعب واحد، شعب خليجي واحد. مطار البحرين الدولي استقبل زوارنا السعوديين ووضع بعضهم بالأحضان، فالقلوب كانت تترقب لحظة وصولهم لتفاجئهم بالورود رمزا للترابط والتلاحم بين الشعبين الشقيقين. فهذه اللفتة كان وقعها كبيرا في نفوس السعوديين، خصوصا وإن هذه الفعاليات تسهم في إبراز أهمية اليوم الوطني لدى قيادة وشعب البحرين الوفي، لتخاطب بها قلوب وجدان الشعب السعودي تعبيرا عن عميق الحب لأشقائنا في المملكة العربية السعودية. بالورود نستقبلهم وبأجمل التحايا نرحب بهم في اليوم الوطني السعودي. اتشحت البحرين براية التوحيد ابتهاجا بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، ارتباط قوي وجسر من المحبة لا ينقطع بين السعودية والبحرين قيادة وشعبا. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.